مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في اولى حلقات كلام في الميديا. ان شاء الله هكون معاكم النهارده على مدار الساعه ونص اللي جايين، واتمنى ان اقدر اقدم لكم برنامج يكون فيه كل اللي انتم محتاجين تشوفوه وتسمعوه عن كل اخبار النادي الاهلي وكل الفرق الثانيه ومحترفينا في الدوريات الاوروبيه، وكمان اهم واخر اخبار نجوم الكوره على السوشيال ميديا. وهيكون كمان ان شاء الله ضيفنا النهارده في اخر حلقتنا الناقد الرياضي استاذ علاء عزت، الناقد الرياضي في الاهرام. وكمان جمهورنا ممكن يشاركنا معانا ان شاء الله على هاشتاج البرنامج كلام في الميديا، نعرف الجمهور محتاج يشوف ايه ويعرف ايه معانا في البرنامج من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب كمان. هنبتدي معاكم باهم العناوين. عيد سعيد يا اهلي، 6 نقاط في الدوري انتصار على الترجي، والاهلي بيغلق ملف الدوري ويتفرغ لافريقيا. كارثيرون، دفاعنا هو الأقوى وسنعالج الأخطاء الهجومية. أحمد فتحي يعود للأهلي في مواجهة كامبالا. الليلة السوبر الإماراتي على ملعب الدفاع الجوي. محمد صلاح المتألق يقود ليفربول أمام برايتون الليلة. وإصابة رمضان صبحي. فاصل سريع ونبدأ أولى فقرتنا. سريعا وهنبتدي معاكم اولى فقراتنا النهارده في كلام في الميديا، هنشوف ازاي الصحف او الجرايد تناولت اخبار النادي الاهلي. الاهلي بخبراته وعارف سكته، حقق الفوز الثالث على الحدود ووصل للنقطه العشرة واعتلى القمه. الاهرام المسائي، الاهلي يعبر الحدود، فاز على الحرس بهدفي صلاح ومعلول، ومصعد عوض يقدم العاديه للشياطين. الأخبار المسائي، الأهلي يقبل العادية، يستغل الأخطاء ويفوز على الحدود بهدفين ليتصدر الدوري. أخبار اليوم، الأهلي يتصدر الدوري بالفوز على الحرس بهدفي صلاح ومعلول. الأهرام صعد من قمة لقمة الدوري مؤقتا للمرة الأولى، الأهلي يتخطى حدود الحرس في 4 دقائق، وفاتريس يتفوق على سليمان بالتغييرات الإيجابية. المصري اليوم، بأقل مجهود الأهلي يعبر الحدود، الأحمر يفوز بثنائية صلاح ومعلول ويعتلي الصدارة مؤقتا، والحرس يدفع ثمن خطأ حارسه. الأهرام المسائي، كارتيرون، الانتصار لن يغفلنا عن السلبيات. الأخبار المسائي، كارتيرون، نحتاج لتطوير الجانب الهجومي. طبعا الاخبار النهارده تناولت فوز النادي الاهلي على حرس الحدود امبارح في الجوله الرابعه من الدوري المصري الممتاز، وطبعا كل الماتشات او المانشيتات عفوا كانت بتتكلم على ان ازاي خبره النادي الاهلي دايما بتنهي المباريات لصالح النادي الاهلي، وبالفوز ده النادي الاهلي بقى عنده 10 نقط بيتصدر بيهم الدوري المصري الممتاز. دي كانت اهم واخر الاخبار والمانشيتات عن النادي الاهلي في الجرايد. دلوقتي بقى هنشوف معاكم اهم واخر الاخبار اللي بتخص برضو النادي الاهلي بس على مواقع الانترنت، وهنبتدي مع الجول. طبيب الاهلي يكشف حجم اصابه ازارو. الوطن، فتحي يعود لتشكيل الاهلي امام كامبالا سيتي في دوري الابطال. صدى البلد، الاهلي واصل معسكره المغلق ببرج العرب استعدادا لكامبالا سيتي. اليوم السابع، الاهلي يحصل على 6,500,000 جنيه من الكاف. البوابه نيوز، كارتيرون يرفض لاعبي الدوري المصري. فيتو، كارتيرون يعقد مؤتمر صحفي الاثنين في برج العرب. الاهلي.com،
كالسيرون نحو أقوياء للغاية دفاعيا، وما زال أمامنا عمل كثير في الهجوم. يلا كورة. الأهلي قد يفقد ميدو جابر أمام كمبالا سيتي. يور سبورت، علي معلول يوضح أسباب لعبه بمركز جديد أمام حرس الحدود. هنبتدي مع في الجول. خالد محمود طبيب النادي الأهلي قال إن وليد أزارو تعرض لقطع جزء في الوجه بسبب الكرة المشتركة مع لاعب حرس الحدود، واللي بسببها تم عمل 3 غرز لوليد أزارو مكان الإصابة. وصدى البلد قالت ان فريق النادي الاهلي هيواصل معسكره في اسكندريه استعدادا لمواجهه فريق كمبالا سيتي في دوري الابطال يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. اليوم السابع قالت ان النادي الاهلي حصل على 360 الف دولار من الاتحاد الافريقي لكره القدم، ودي المكافاه لتاهل النادي الاهلي لدوري المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. ومن فيتو قالت الفرنسي باتريس كارتيروني المدير الفني للنادي الاهلي هيعمل مؤتمر صحفي مع نجوم النادي الاهلي مساء الاثنين اللي جاي ان شاء الله عشان يتكلم عن مواجهه كمبالا الاوغندي المقرر ليها يوم الثلاثاء اللي جاي في الجوله الاخيره من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. والاهلي دوت كوم في خبره اكد ان كارتيرون اكد بعد ماتش امبارح ان الفريق لم يتعرض لمشاكل على المستوى الدفاعي بشكل كبير قصاد حرس الحدود، وقال ان النادي الاهلي بيمتلك دفاع قوي جدا وكل نجاحاته في الوقت الحالي بيحتاج فيها بس ان هو يزود القدره الهجوميه ويستغل كل الفرص عشان يقدر يحرز الكثير من الاهداف. ويلا كوره كتبت في الخبر يوصل ميدو جابر لاعب وسط النادي الاهلي تاديه برنامجه التاهيل للشفاء من الاصابه اللي تعرض ليها مؤخرا خلال مباراة الفريق قصاد وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وقد يغيب عن الفريق خلال مواجهة كمبالا سيتي في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. مشاهدينا نطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا. رجعنا سريعا، وعايزه افكركم مره ثانيه بالتواصل معانا عن طريق هاشتاج البرنامج كلام في الميديا. عايزاكم تبعتوا لي النهارده كل اللي انتم عايزين تشوفوه معانا ان شاء الله في الايام اللي جايه في برنامج كلام في الميديا. دلوقتي بقى ميعادنا مع اخبارنا المحليه والعالميه وكمان محترفينا في الخارج. اليوم السابع مجلس الجمالية اجتمع الاثنين المقبل لتشكيل الجهازين الاداري والطبي للمنتخب. اليوم السابع أسامة نبيه يشعل معركة مدير المنتخب في الجبلية. فيتو 24 ساعة راحة للاعبي الحدود بعد الهزيمة أمام الأهلي. الشروق الإسماعيلي يحتج على قرار مشاركة الزمالك في السوبر المصري السعودي. اليوم السابع الزمالك يدرس تسويق مدبولي في الشتاء بسبب 500 ألف جنيه. يور سبورت تفاصيل تعنيف مسؤول الذئاب للطاهر محمد طاهر. يورو سبورت روني يبرئ مورينيو ويزيد الضغط على بوجبا. اليوم السابع اخبار ليفربول اليوم عن رقم قياسي ينتظر اليسون ضد برايتون. الشروق بتيجي هدفي حظ لقب الليجا. البوابه نيوز كومن يصدم بايرن ميونخ 3 أشهر. في الجول هامسك لا أشعر أني أجنبي في نابولي والعمل مع أنشيلوتي ممتع. يلا كورة. فقير يكشف سبب فشل انتقاله لليفربول. الوطن والد هازارد يكشف السر وراء ابتعاده عن ريال مدريد. هنبتدي اخبارنا مع اتحاد الكوره وبالتحديد من اليوم السابع. يوم السابع كتب في خبر يعقد مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هانيه بوريده اجتماع مهم بمقر الجبليه الاثنين المقبل لتشكيل الجهازين الطبي والاداري للمنتخب الاول استعدادا لمباراه نايجر يوم 8 سبتمبر اللي جاي في التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2019. لسه مكملين برضو مع اخبار اتحاد الكوره. ومن الشروق اكد مجلس اداره النادي نروح للاسماعيلي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان انه هيقدم
يقدم احتجاجي رسمي لاتحاد الكرة النهاردة اعتراضا على قرار مشاركة نادي الزمالك بدل من نادي الأهلي في مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الدوري في البلدين أمام فريق الهلال السعودي، ولا تقام إن شاء الله في 10 نوفمبر اللي جاي في الرياض. يور سبورت قالت في خبرها عن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكوره في نادي المقاولين العرب طاهر محمد طاهر صانع العاب الفريق، وده بسبب تعرضه للطرد خلال مباراه انفيل اقيمت امبارح وانتهت بفوز النادي البترولي بهدفين مقابل هدف. واكد المشرف العام على الكوره في نادي المقاولين العرب لطاهر محمد طاهر ان هو هيتم مضاعفه العقوبه الموقعه عليه عشان ما يكررش الخطا ده مره تانية وعشان يكون عبره لباقي زمايله في الفريق. اليوم السابع كمان كتبت في خبر هيكون أليسون باكر حارس نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوف النجم محمد صلاح على معاد مع التاريخ في حال أنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه وصاد بيرتون في المباراة اللي هتجمعهم الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأنفيلد رود ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج. أليسون هيكون الحارس الرابع في تاريخ نادي ليفربول اللي هيقدر إن هو يحافظ على نظافة شباكه في أول 3 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي بعد براس وبيبي وطبعا سيمو، ده طبعا في حالة إن هو ما اهتزتش شباكه النهاردة. ومن الشروق قالت ان اكد لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد ان تركيزه مع الفريق منطبق على الفوز بلقب الدوري الاسباني في الموسم ده بعد فشل الفريق في حصد لقب الليجا في الموسم اللي فات. وقال لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي الخاص طبعا بمواجهه فريقه وصاد جيرونا ضمن الجوله الثانيه من الليجا الاسبانيه، انا احب لاعبي فريقي ولدي تشكيله رائعه وبالنسبه لنا كل مباراه نخوضها تكون بمثابه لقاء نهائي، وكمان قال كل جوله من الليجا في غاية الأهمية وحصدنا لكل 3 نقاط أمر مهم بالنسبة لمشوارنا في الموسم. يلا كورة، قالت أن أكد نبيل فقير لاعب نادي ليون الفرنسي أن سبب فشل انتقاله لنادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية يعرفوا بس مسؤولين النادي الإنجليزي. وقال كمان في تصريحات لي أحاول أن أتخطى مسألة فشل انتقالي لليفربول، هذه الأمور تحدث ويجب أن أتأقلم معها. نروح للوطن اللي قالت او قالت اكدت ان والد تاري هازارد او ادن هازارد عفوا تاري هازارد اكد ان لاعب نادي تشيلسي كان على اعتاب الانتقال لنادي ريال مدريد خلال فتره الانتقالات الصيفيه، الا ان رحيل زين الدين زيدان عن قياده ريال مدريد هو السبب اللي خلى ابنه يتراجع عن قرار الرحيل عن تشيلسي لريال مدريد. نروح بقى معاكم دلوقتي للمقالة، ومعانا النهاردة مقالة بتتكلم عن السوبر الإماراتي على أرض القنانة بقلم الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي بجريدة الجمهورية. المقاولة دي طبعا مهمة جدا عن حدث مهم بتستضيفه مصر النهاردة على أرضها بيجمع ما بين العين والوحدة في السوبر الإماراتي، وإقامة مباراة زي دي على أرض الكنانة بيحمل الكثير من الدلالات ما بين مصر وشقيقتها الإمارات. حول المقالة دي معانا اتصال من كاتبها الأستاذ أسامة صقر، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أنا عايزة أعرف الأول حضرتك شايف إزاي إقامة السوبر الإماراتي على أرض الكنانة مصر؟ اولا انا بعتبر ان هي كان مصر والامارات ارتبطوا في مباريات اكتوبر، صحيح احنا بنتبادل اقامه اكتوبر في الامارات بتلعب في مصر واكتوبر مصر بتلعب في الامارات، 3 نهائيات قبل كده في الامارات وده النهائي الثاني للامارات هنا. هو دي انا بشايف ان العلاقات الوثيقه والطيبه ما بين مصر والامارات بتخلي والعلاقات ما بين الشعبين هي اللي مخليه نجاح البطولات السوبر دي فبتدي رونق بشكل جميل جدا، وانا شايف ان هي حتى سياحيا بتفيد مصر وبتفيد الامارات. وانا شايف الشكل النهارده اللي انا شايفه ما بين الوحده والعين هيكون شكل كويس جدا وهيكون مباراه في غايه في الروعه وناجحه باذن الله، وان شاء الله تكون نتيجتها مشرفه للكره العربيه سواء للاماراتيين او للمصريين اللي هيتابعوا، لان النهارده مصر بتتابع السوبر وقلوبها كلها مع فرقه العين عشان حسين الشحات لاعبنا المصري المحترف اللي بيلعب. صحيح صحيح. هل تتوقع ان شاء الله نجاح اللقاء ده بحضور الجماهير؟
انا متوقع النجاح ابتدى فعلا من امبارح مش من النهارده. المؤتمر الصحفي اللي طبع اعلان امبارح والاستعدادات للمباراه والاحتفاليه الكبيره اللي شغاله في التوقيت الحالي بتؤكد ان نجاح المباراه نجاح كبير جدا طيب احنا عندنا مشكلة في الاتصال. طيب نرجع نتكلم تاني عن المقالة اللي طبعا اتكلمت عن أهمية وجود اللقاء ده على أرض الكنانة على أرض مصر، واللي طبعا بتقول ان هو برضو على غرار ما تم برضو السوبر المصري اللي أقيم في دولة الإمارات الدولة الشقيقة. طبعا نتمنى لها ان شاء الله تنجح النهاردة. أكيد لاعبنا المصري حسين الشحات النهاردة هيكون ضمن صفوف العين الإماراتي، نتمنى له أكيد كل التوفيق. سمعنا الاتصال. نروح دلوقتي لفقرة سوشيال ميديا بتاعتنا النهاردة، وهنبتديها مع الصفحة الرسمية للنادي الأهلي واللي نزلت على حسابها على تويتر صورة من مباراة النادي الأهلي مع حرس الحدود واللي أقيمت امبارح يوم الجمعة واللي فاز فيها النادي الأهلي 2-0، وكتبت إلى قمة الدوري بعد الفوز على حرس الحدود 10 نقاط 3 فوز ولا خسارة 6 أهداف. كمان نشر اسلام محارب بعد ماتش امبارح على حسابه الشخصي على الانستجرام صوره ليه من التدريبات وكتب الاهلي في التوب. كمان نشر علي معلول على حسابه على الانستجرام صوره ليه من احتفاله بعد تسجيل الهدف الثاني من ضربه جزاء في ماتش امبارح قصاد حراس الحدود. كمان اكرم توفيق نشر على الانستجرام صوره ليه مع هشام محمد من ماتش امبارح، وصلاح محسن برضو على حسابه على انستجرام نشر صوره من ماتش امبارح واللي سجل فيه الجول الاول او الهدف الاول للنادي الاهلي وكتب الحمد لله. ونشرت صفحه اهلي بلايرز 72 على حسابها على الانستجرام مجموعه لصور لصلاح محسن طبعا من احتفاله امبارح بهدفه في الماتش، وكتبت احتفال صلاح محسن بهدفه في شباك حرس الحدود ناس كتير تشوف ان الجول سهل بعد تمريره خاطئه من مسعد عوض، لكن صلاح محسن استغل الخطا واستخدم عقله واتقن التصويب في اصعب زوايا مرمى المرمى. حسن تصرف من صلاح محسن، لعيبه كتيره غيره كانت ارتبكت وسددت بدون تفكير. برافو صلاح محسن وبالتوفيق في باقي المباريات القادمه. كمان محمد الشناوي عمل بوست على الانستجرام او نزل صوره على الانستجرام مع وليد ازارو بالتحدي الجديد وكتب نيو تشالنج. من السوشيال ميديا بقى الخاصه باللعيبه المحليه نروح للسوشيال ميديا العالميه، وهنبتدي باحتفالات النوادي بلعبتهم بذكريات حصلت في اليوم ده. نبتدي مع نادي فانكوفر وايت كابس واللي بيلعب ليه طبعا اللاعب المصري علي غزال اللي سلط الضوء على اختياره ضمن قائمة المنتخب الوطني استعدادا لمباراة النايجر يوم 8 سبتمبر اللي جاي، وهنلاقوا طبعا على الحساب الرسمي للنادي على تويتر. كمان احتفل نادي توتنهام على حسابه الرسمي على تويتر بذكرى الظهور الاول لهاري كين مع الفريق، وقالوا في هذا اليوم عام 2011 كان الظهور الاول لهاري كين مع الفريق الاول. نادي تشيلسي كمان على تويتر اتكلم عن اول جول احرزه اللاعب ايدن هازارد مع تشيلسي، وكتبوا ايدن هازارد سجل هدفه الاول مع تشيلسي في اليوم ده من 6 سنين قصاد نيوكاسل. ليفربول كمان احتفلت على حسابها على تويتر باول ظهور لالبرتو مورينو بقميص الريدز وده كان من 4 سنين. نشرت صحيفة البريمير ليج على تويتر كمان صورة لمحمد صلاح وقالوا منذ بداية الموسم الماضي شارك محمد صلاح في 44 هدف 33 هدف و11 أسيست. كمان نشرت صحيفة بلاتشر على الفيسبوك صورة لعثمان ديمبلي وكتبت في هذا اليوم من العام الماضي وافق برشلونة على صفقة عثمان ديمبلي. كمان نزلت الصفحه الرسميه لليوفنتوس على انستغرام صوره كريستيانو رونالدو بتيشيرت اليوفي اللي هيلعب بيه اول ماتش ليه على ملعبهم كمان شويه قصاد لاتسي وكتبوا نعود لبيتنا. وعن اصابه لاعب بايرن ميونخ كينغسلي كومن في ماتش امبارح مع هوفنهايم في الدوري الالماني واللي اعلن عنها بايرن ميونخ الالماني النهارده انه اتعرض لتمزق في اربطه مفصل القدم اليسرى. نشر تياجو الكنتارا لاعب بايرن ميونخ الالماني صوره لاصابه كومن في الماتش على حسابه على تويتر وقال جات ون سون او تقوم بالسلامه.
كمان كتب روبرت ليفاندوفسكي على حسابه على تويتر منتظرينك يا كانجسلي وهترجع اقوى من الاول. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نستقبل معاكم ضيفنا الاستاذ علاء عزة الناقد الرياضي في جريده الاهرام. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبينضم لنا دلوقتي في الاستوديو استاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الاهرام. مساء الفل على حضرتك منورنا. مساء الخير يا استاذ شيماء ومبروك البرنامج وانا سعيد جدا جدا اكون ضيفك في اول حلقه، ده شرف كبير جدا ليا. ربنا يخليك يا استاذ علاء. في البدايه كده عايزين نتكلم عن حاجه بعيدا بقى عن الكوره والرياضه، نتكلم عن الميديا، عن الجرايد، عن وسائل التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا، تويتر، انستغرام، فيسبوك، وكل الحاجات دي، وعن طبعا المواقع الالكترونيه، وازاي او ايه افضل وسيله ممكن الجمهور ياخد منها الخبر الاكثر مصداقيه. اولا انا بعترض على كلمه في صراع او في منافسه بينهم، لان دي حاجه كل واحد ليه ملعب خاص بيه. صحيح. وكل واحد ليه هدف وليه سياسه معينه. انا شايف لحد دلوقتي ان لحد دلوقتي رغم التراجع، لكن شايف الصحافه الورقيه هي الاصدق. الاصدق هي الاصدق طبعا. هي الاكثر عمقا. هي الاكثر قدره على التحليل. صحيح. لكن المواقع ممكن شويه تتفوق في عمل السرعه فقط، لكن لو قدر للصحافه ان احنا مثلا زي اوروبا مثلا ممكن للاصدار انه يصدر مره واثنين وثلاثه في اليوم. وده كان فتره من فترات بدايه التسعينات مع اول ظهور التواصل الاجتماعي. لا، الصحافه الورقيه قد تفضل هي الاقوى والافضل لكن مواقع التواصل الاجتماعي ما هي الا رد فعل. ده تعقيب، يعني زي حضرتك دي مساحه التعليق المفتوحه. صحيح. اللي هو كل واحد من حقه ان هو يشايف اي خبر هو مهتم بيه. بيقيس عليها رد فعل الجمهور. بالظبط هي رد فعل، لكن مش مصدر موثوق منه الخبر. لا، ممكن في بعض لما بنتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو تويتر، فيسبوك، انستجرام، في بعض بنقيس بيها بس رد فعل الجمهور. هي بس في ان في الفتره الاخيره دي بعض النجوم، سواء نجوم الادب او نجوم الفن والرياضه والسياسه، ابتدوا ياخدوا من صفحاتهم الشخصيه مصدر لاخبارهم، اخبار خاصه ليهم. دي شويه اللي عملت شويه اهتمام اكتر، حتى يمكن خلت الاعلام نفسه هو المهتم بيها. صحيح. يعني الاول كان الاعلام ما بتفرقش معاه مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بمجرد ما ان نجوم الفن والرياضه، تحديدا نجوم الفن والرياضه اللي هم الاقدر، يعني هم الاكثر تفاعلا، لان السياسي ما بيعبرش عن رايه او ما بيقولش خبر على صفحته، لكن نجم الفن ونجم الرياضه بيعبر على صفحته فمن هنا ابتدى الاهتمام، من هنا ابتدت تبقى مصدر معلومات. لكن عمر مواقع التواصل الاجتماعي ما كانت مصدر معلومات، هي كان دايما طول عمرها رد فعل وقياس لتفاعل الشعب مع او الجماهير مع خبر ما. بس لو بنتكلم عن الجرائد الورقيه ومواقع الاخبار بقى، يعني الويب سايتس الخاصه بالاخبار، تمام، ما في بينهم صراع؟ لا، في منافسه، بس منافسه يعني منافسه غير، يعني منافسه مش منطقيه. لان المواقع خدمه مجانيه لحد دلوقتي، خدمه مجانيه، لكن لحد دلوقتي واسرع بكتير. يعني انا خليك في الاول في العنصر الاهم، العنصر المادي. الصحافه الورقيه ماده خدميه اعلاميه مدفوعه الاجر، مجانه. لا، الصحافه الورقيه، لكن الصحافه الالكترونيه صحافه مجانيه. فبالتالي لحد دلوقتي هي اللي بتحقق، عندها امتيازين دلوقتي. اولا انها مجانيه وعنصر السرعه، لكن وسهله طبعا، يعني سهله، متاحه جدا. اقوم من النوم البس وانزل واروح لغايه بيع الجرايد عشان اشتري جورنال وادفع فيه فلوس واخده وامشي. مظبوط. ممكن يكون بعد الطبعه دي اصلا نزل 50 60 بالزبط خبر. بالظبط، هي دي الفكره. لكن لحد دلوقتي في جمهور عريض جدا جدا بيدور على الجورنال اللي فيه العمق وفيه التحليل وفيه الكتابه الصحفيه. صحيح. وفيه المقالات، ويمكن دي وبالنسبه شوية برضو الناس دي هوايه ان هم يمسكوا الورق. طبعا لحد دلوقتي والمجلات والا كانت انتهت، يعني الصحافه الورقيه لحد صامده. لكن انا اعتقد ان لو الصحافه الورقيه قدرت انها تجذب عدد من الكتاب الكبار او المشاهير او نجوم المجتمع في كل مجال ان يكتبوا عندهم، اكيد الصحافه الورقيه ترجع لها. لو ان الصحافه الورقيه قدرت ان هي تعمل خدمه الحصريه لبعض النجوم، ممكن برضو الصحافه الورقيه يكون لها دور مهم جدا. لكن انا شايف المنافسه مش منطقيه خالص. الصحافه الورقيه مظلومه جدا في المنافسه دي. صحيح. لان اولا عنصر الوقت مش في صالحها، وعنصر الماده هي خدمه لحد دلوقتي، خدمه غير متكافئه. غير متكافئه. لكن المواقع التواصل الاجتماعي لحد دلوقتي شايف، لا، انا شايف ان هي مش طرف في المنافسه، هي مجرد رد فعل بس. صحيح. استاذ علاء، انت دلوقتي نشوف تقرير دلوقتي عن الصحف الورقيه وعن المنافسه مع المواقع الالكترونيه. اتفضل. ونرجع تاني.
موضوعية تقتضي ان احنا نقول ان حصل تراجع للصحافة الورقية، وده له اسباب كثيرة الحقيقة، يمكن بعيد عن علاقة القارئ او المتابع يعني، وهي متعلقة بارتفاع سعر الورق وتكلفة الطباعة، وده طبعا اثر بشكل او باخر خصوصا في ظل اختفاء الاعلانات اذا جاز التعبير يعني، لانه الاعلانات بقت ضئيلة جدا وهي المورد الاساسي للصحف يعني. لكن انا بقول انه القائمين على الصحف سواء صحف قومية او صحف حزبية او مستقلة، مهمتهم ان هم يعني يرتقوا بما يقدموه للقارئ، لانه هو الحقيقة مسألة التغطية الخبرية للاحداث ده خلاص ما اصبحش شيء بيهتم به القارئ، لانه قدامه التلفزيون وقدامه السوشيال ميديا زي ما حضرتك اشرت، بيصل الى المعلومة باسرع وقت ممكن من خلال الموبايل. وبالتالي المطلوب انه الصحافه تتحرك في اتجاه متابعه الاحداث والتحليل وتقديم شيء اخر مختلف عن ما يقدم في الوسائل الاخرى. فبتصور ان الصحافه الورقيه من الممكن انها تستعيد مكانتها من جديد برؤيه او بفكر مختلف، وده بيتوقف على قدرة رئيس التحرير أولا في توجيه مجموعة العناصر الموجودة عنده، وهي بالتأكيد كفاءات كتيرة، وأيضا الشباب الحقيقة اللي بيحط قدمه على بداية الطريق في الصحافة الورقية، أنه يشعر أن مهمته بقت أكثر صعوبة مما عملنا فيه يعني إحنا في فترات سابقة. عندنا مجتمع الأجيال للأسف الأجيال الجديدة لا تهوى القراءة، ما عندهاش وقت القراءة وما عندهاش أصلا وقت حتى يعني لمزيد من التعليم، لمزيد من الاطلاع، اصبح كل شيء ايقاع سريع. احنا برضو بناخد من الغرب السلبيات ما بناخدش الايجابيات، يعني الغرب عندهم سوشيال ميديا وعندهم متابعه، لكن نسب توزيع الصحافه هناك في ظل وجود مناخ الحريه المتاح انك تستطيع يعني تكتب وتتناول وتقول وجهه نظر في اطار، خلي بالك في نقد هناك في الرياضه اعنف من هنا مليون مره، احنا ما نقدرش نكتب في عناوين ومنشطات واحد شافها وقراها صعب جدا انك تكتبها هنا، ممكن لو عملتها تعمل لك مشكله او ما تقدرش تفكر انك تطرحها يعني، خاصه انه ده مجال الرياضه مجال متسع ويتحمل كثير. لكن السوشيال ميديا بتصدر عندنا، خلقت جيل جديد من الاعلام، اعلام الراي العام. هناك صراع ما بين إعلام الرأي العام اللي هو متمثل في السوشيال ميديا، وإعلام اللي هو الصحافة، والإعلام الورقي، الإعلام الواقعي اللي هو يعني مش عاوز أقول الإعلام الأكاديمي، لا الإعلام الورقي اللي هو عايش الإعلام. رجعنا تاني، وطبعا لسه منورنا استاذ علاء عزت الناقد الرياضي في الاهرام. شفت بقى التقرير ده ازاي؟ لا طبعا الاستاذ عثمان سالم والاستاذ محمود صبري يتكلموا بموضوعيه جدا يتكلموا بصراحه، يمكن الاستاذ عثمان اتكلم بصراحه جدا ان الصحافه الورقيه بتعاني، وانا قلت لحضرتك ان احنا بنعاني لظروف، لكن انا بقول لكن باكد لحضرتك ان ظروف الماده ان هي خدمه مدفوعه الاجر، صحيح. هي دي اللي مخليها متراجعه، لكن صحيح. لكن الاستاذ محمود صبري قال لك السوشيال ميديا بقت صحافه اعلام بديل، انا بختلف معاه في كلمه اعلام بديل، لان انا لحد دلوقتي ما زلت على رايي ان السوشيال ميديا هي رد فعل، هي رد فعل، وده ذكر ان كل الصفحات كلها تقريبا اي صفحه لاي حد بيبقى عباره عن انطباع او رايه في قضيه ما. لكن انا عايز اقول ان كان في صحيفه برافدا الالمانيه كانت عامله رصد سنه 2018 يناير 2018 لاهم 100 خبر في العالم كعام 2017، من 100 خبر دول طلع ان فيهم 94 خبر من الصحافه، يعني اهم 100 خبر من الصحافه الورقيه، يعني اهم 97 او 93 خبر من اهم الاخبار اللي هزت العالم سنه 2017 كانت صناعه صحافه ورقيه. احنا لسه اخيرا فضيحه التحكيم في غانا اللي توقف على اثارها 11 حكم في الاتحاد الافريقي، اوقف 11 حكم كره قدم، دي كانت بناء على خلفيه تحقيق صحفي. الازمه بتاعت اقاله المدير الفني لمنتخب انجلترا دي كان بناء على تحقيق صحفي، تحقيق صحفي. فانا اقصد لحد دلوقتي الصحافه الورقيه قادره من خلال التحقيقات انها تفجر قضايا، ودي مش متاحه ولا الصحافه الالكترونيه الا في حدود يعني محدوده جدا جدا، تشوف تحقيق في موقع الكتروني، الموقع الالكتروني بيهمه الخبر والسرعه فقط.
لكن العمق والتحليل زي ما قلت لحضرتك في البدايه والتحقيق ده ممكن تتفوق بالصحافه الورقيه، وانا شايف حد الصحافه الورقيه من خلال برضو من 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 حيث المصداقيه. يعني المصداقية انا لما طبعًا بشوف اكيد طبعا خبر طبعًا مثلا في الاخبار في الاهرام يبقى لي مصداقيه مختلفه تماما من اشوف اي حاجه يعني على السوشيال ميديا. الصحافه يمكن لو حضرتك عملت رصد للمواقع الالكترونيه ممكن تلاقي مثلا نسبه يعني ده تقرير رسمي اتعمل ان في 17% من الاخبار اللي بتنشر على المواقع كلها سياسه واقتصاد ورياضه بكل مجالات الحياه 17% من الاخبار دي بيتم حذفها بعد نشرها لان بتطلع عباره عن كذبه لان هي معتمده على الشائعه. المواقع الالكترونيه وسهل ان هو يتم حذفها بالظبط، لكن الصحافه لا طبعا الصحافه اي يعني حضرتك لو عملنا مقياس على اخطاء المواقع الالكترونيه واخطاء الصحف لا هتلاقي اخطاء الصحف لان كل حاجه ليها المميزات وليها السلبيات. طبعا اللي فيها سلبيات لكن انا شايف حضرتك ان الصحافه الورقيه هي الاصدق، هي الاعمق في التحليل، وهي القادرة ان دي القاطره. حضرتك لو تخيلت ان الصحافه ما طلعتش ممكن كتير جدا من برامج مش هقول لك مواقع ممكن برامج التوك شو كلها في مصر ممكن ما تطلعش لو الصحافه الورقيه ما طلعتش في يوم. يعني لو حجبت الصحافه الورقيه في مصر ممكن كتير جدا من البرامج تقف لان هي قايمه كل الهدف بتاعها قايمه على ما قدمته الصحافه اليوم. طب احنا ممكن نقول برضو ان الصحف الورقيه ليها علاقه بالفئه العمريه اكتر؟ بمعنى يعني مثلا انا ما اقدرش اطلب من ولد عنده 11 سنه ينزل يشتري جورنال ويقعد يمسكه، اكيد ما عندوش اصلا الثقافه دي. حضرتك استاذ شمال لو كنت شفت معرض القاهره للكتاب كنت هتقول لي لا انت لو حضرتك شفت حجم المبيعات في معرض القاهره الدولي للكتاب. انا رحت معرض القاهره الدولي للكتاب مع اولادي وكنت متوقع ان احنا رايحين فسحه، لكن كم الفئه العمريه من 10 سنين يعني ابن الصغير رايح عارف هو عايز ايه وبنتي اللي في جامعه عارفه هي رايحه عايزه ايه. شفت كل الناس هناك كل واحد رايح ليه هدفه. مبيعات معرض القاهره الدولي للكتاب تؤكد ان لسه الكتاب برضو مختلف عن الجورنال. لا المهم الاستاذ محمود صبري كان بيقول لك ان احنا ما عندناش قدره على القراءه او الجيل الجديد ما عندوش قدره على القراءه. انا بختلف مع استاذ محمود في النقطه دي، وده ذاكر ان مثلا الروايات ودي قصص كبيره جدا. يعني شفنا اعلى مبيعات في معرض القاهره الدولي للكتاب كان الروايات، والروايات دي كبيره 500 صفحه و600 صفحه وممكن تكون ليها اجزاء كمان. يعني مع ذلك ان الشباب عنده قدره، لكن القدره على انه يقرا بس عامل الجذب. يعني انا شفت لما يكون في ترويج لكتاب معين ممكن الولد نفسه يروح له وهو حتى ما كنتش ممكن يعرف الكاتب، لكن الترويج للكتاب ده بيكون بشكل كويس جدا. معرفته بالكاتب دي كمان مهمه جدا، ودي اللي ممكن تقوم بالصحافه الورقيه. يعني احنا كنا زمان ممكن في الصحافه الورقيه كنا ممكن ناخد كتب كبيره ننشرها على اجزاء، فكان القارئ بيبقى بالنسبه له ارخص واسهل له ان هو يرى الحاجات دي على من خلال الصحف اجزاء الكتاب او ملخصات الكتاب. لكن انا بختبر استاذ محمود لا احنا لحد دلوقتي لسه عندنا فئه عمريه من 10 سنين لسه موجوده، من 10 سنين لحد 70 سنه لسه عندهم قدره على القراءه، لكن المحتوى هو بيدوروا على المحتوى. صحيح. لو في محتوى جيد باعلان كويس لا هنلاقي فيه اقبال كبير جدا. وانا شايف ان معرض القاهره الدولي للكتاب ده كان اكبر انتصار للمقولات الخاطئة ان شباب مصر ما بيقروش، لا شباب مصر بيقروا بشكل كويس جدا، بس المهم المحتوى والمهم الدعايه تكون شكلها ازاي. نروح بقى للنادي الاهلي. اتفضل. نروح بقى للنادي الاهلي طبعا وتصدره دلوقتي لقمه ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا ب 10 نقاط. المباريات طبعا اللي خاضها في الاربع جولات كانت شفت اداؤه ازاي مع النادي الاهلي وقادته ازاي للنادي الاهلي، وشايف الانتقادات اللي بيتعرض لها في محلها في الوقت الحالي؟ شوفي انا كان وجهه نظري دايما ان كارترون هو مش ممكن ما يكونش المدير الفني الافضل، لكن هو المدير الفني الانسب للنادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا. دايما وابدا انا كنت وجهه نظري يعني كنت بسمع عن ترشيحات لمدربين اجانب ان هم جايين مرشحين لتولي قياده النادي الاهلي، لكن انا كنت سعيد جدا بكارترون ان هو يجي النادي الاهلي، لان دايما افضل المدرب اللي يكون عنده خبرات محليه وخبرات افريقيه. احنا كتير جدا جبنا مدربين اعلى بكتير جدا من من من, من كارترون اسما. جبنا مارتن نيول اخرهم كان مدرب يمتلك سمعه او سيره ذاتيه كبيره جدا. جبنا جريد وكان يمتلك سيره ذاتيه كبيره جدا، لكن ما كانش عندهم خبرات، كانوا عايزين وقت جدا عشان يندمجوا مع الكره المصريه، عايزين وقت اطول. صحيح. عشان يندمجوا مع الكره الافريقيه، لكن شفنا كارترون بدايته ازاي موفقه جدا مع النادي الاهلي في ثلاث ماتشات. يعني واحد تولى قياده النادي الاهلي والنادي الاهلي اخر مجموعته ازاي يوصل بيه ان هو يتاهل للدور الثمانيه او الدور قبل النهائي وهو اول مجموعته. دي بناء على خبراته كمدير فني المازيمبي. لكن كان ممكن مدير فني كان يتعصر وما كانش حد يلومه. يعني لو كان جه اي مدير فني غير كارترون ليس له خبرات بدوري ابطال افريقيا كان ممكن يحتاج لوقت طويل جدا لسه يكتشف ملعب افريقيا، لسه يكتشف التحكيم في افريقيا، لسه يكتشف طبيعه اللعب في افريقيا. كان ممكن النادي الاهلي لا قدر الله يخرج من دوري ابطال افريقيا، لكن بسبب طبعا او بفضل طبعا مازيمبي طبعا مع مازيمبي طبعا ما عندوش مشكله يروح يلعب مع
تاونشيب في بوتسوانا عارف برضو كويس جدا. محمد يوسف أخذ طبعا كابتن محمد يوسف طبعا اكيد طبعا، لكن انا بتكلم على المدير الفني هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره كارتون. لولا كارتون جاي من جاي وعنده يمتلك خلفيه كبيره جدا، خلفيه افريقيه مع فريق كبير جدا جدا بحجم مازيمبي. مازيمبي من افضل الفرق الافريقيه بعد النادي الاهلي في العشر سنين اللي فاتت دي تقريبا في افريقيا. جاي بيدرب نادي كبير، عارف يعني ايه ضغوط الفوز بالبطوله، هو ده اللي سبب نجاحه ان هو يفوز بثلاث مباريات. انا واثق 100% لو اي مدير فني اجنبي تولى النادي الاهلي غير كارترون يمكن النادي الاهلي كان يفوز بثلاث مباريات متتاليه. وده اسرع الجزء المحلي يمكن شويه، لكن انا عارف ان التاهل الافريقي كان واخد جزء اكبر من تفكير كارترون، لان كارترون عارف يعني ايه دوري ابطال افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي، عارف يعني ايه كاس العالم للانديه بالنسبه للنادي الاهلي. الجماهير حسيته من اول مره ان بطوله الدوري شيء مهم، لكن مش هو ده المطمع لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دايما بيبص لدوري ابطال افريقيا لانه بيبص لكاس العالم للانديه. دي شويه خليته اتعصر شويه في بدايه الدوري، لكن لو شفنا لحد دلوقتي هو لسه بيكتشف لعيبته. ده ذاك النادي الاهلي لاول مره النادي الاهلي في اربع مباريات في الدوري او ثلاث مباريات في الدوري نشوف النادي الاهلي بيجرب 22 لعيب، دي ما حصلتش ابدا. يعني كل نشوف دايما مدربين مع النادي الاهلي ممكن ثبات التشكيل عنده من اول مباراه، لو كابتن حسام بدر كان موجود مثلا كان لسه مستمر، او الكابتن محمد يوسف نفسه كان هو المدير الفني دلوقتي، كنت هتكلم على 15 او 16 لعيب في النادي الاهلي هم اللي خدوا المباريات كلها. لكن احنا بنشوف كارترون لحد امبارح كان تقريبا وصلنا 21 او 22 لاعب خدوا مع الاهلي مباراه الدوري، وده عدد كبير جدا جدا. ده بيقول ان الراجل لسه بيكتشف اللعيبه. لو كان مدير فني مصري، لو انا بقول لحضرتك كده تاني، لو كان كابتن محمد يوسف كنا نتكلم في 15 لعيب لحد دلوقتي لعبوا. وفي نفس الوقت برضو في ناس يعني بتعتب عليه او بتلومه على التغييرات الكتيره دي. لا تمام، هي اسوأ. بص، طول ما النتائج سلبيه او لو اي نتيجه سلبيه بتعكس، وادينا شفنا الناس ازاي طلعوه السما بعد الفوز على الترجي في تونس. رجعوا انتقدوه بشده بعد الفوز على حرس الحدود لان النادي الاهلي ما كانش كويس، شايفين النادي الاهلي، لكن ما حدش بيتكلم على الاجهاد، ما حدش بيتكلم. هم الناس للاسف الماتشات الكتيره اللي ورا بعض، الماتشات الكتيره طبعا متتاليه ولسه. والاهلي كمان الاهلي هو الفريق الوحيد في مصر كلها بيخوض ثلاث بطولات. يعني صحيح. يعني في انديه يعني الزمالك بيخوض معنا البطوله العربيه، ومع الاتحاد السكندري بيخوضوا بطوله عربيه، لكن ما بيخوضوش دوري ابطال افريقيا زي الاهلي. الاهلي والمصري بس في افريقيا. يعني النادي الاهلي هو الوحيد القاسم المشترك الاعظم في كل البطولات، يعني هو القاسم المشترك الاوحد في كل البطولات. يعني ما فيش فريق في مصر بيخوض كل البطولات الا النادي الاهلي. فلازم نلتمس العذر، لكن الناس طبعا معذوره. ده كمان وده الدور السلبي السوشيال ميديا. يعني لو السوشيال ميديا شفنا ازاي امبارح الناس اللي انا اعرفهم على صفحتي الشخصيه انا، ازاي كانوا بيشيدوا كارترون وان كارترون ده مدرب عبقري ونجح ان هو يكسب الترجي وعمل ثلاث انتصارات متتاليه في دوري ابطال افريقيا، وده امر صعب جدا انك تكون من اخر المجموعه الرابع تبقى الاول في ثلاث مباريات متتاليه رفعوا السماء. لكن مجرد ان النادي الاهلي كسب امبارح بصعوبه او باداء مش مقنع، مش بصعوبه الاهلي يعني الاداء ما كانش مقنع، الناس زعلت. لكن الناس ما بتتمس العذر للمدير الفني ده. الناس لو فكروا شويه ان الراجل ليه حساباته الخاصه. احنا كمان داخلين على بطوله عربيه، لسه الاهلي عنده مباراه مع النجم اللبناني شهر 9، فالراجل برده ليه حساباته، عايز يشوف مين اللي هيكمل هنا واللي يكمل هنا وليه حساباته الخاصه. شفنا امبارح بيريح احمد فتحي، وده امر ما بنشوفوش كتير ان احمد فتحي يريح في مباراه. فدي ليهم حسابات. لكن انا واثق 100% ان اول مباراه للنادي الاهلي مع كامبالا سيتي، لو النادي الاهلي عمل نتيجه كبيره جدا يوم الثلاث وكسب اكتر من 2-0 او 3-0 هتلاقي الناس هم الناس اللي بتاخد الكرتون دلوقتي هم هيرجعوا يشدوا بيه مره اخرى. شفت لقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي وحرس الحدود، هل كان فيه عنف زياده عن اللزوم؟ كان في توتر. انا اندهشت من التوتر من جانب لعيبه حرس الحدود. يعني كان في اكتر من لاعب لقيتهم متوترين جدا. طريقه احتجاجهم على التحكيم كانت صعبه شويه، لكن امره مقبول. يعني يمكن الوضع حرس الحدود ده طبيعي، فريق لسه صاعد حديثا ولاعيبه جديده عايز تثبت نفسها، وضعهم في الجدول مش كويس، فرقه عندها نقطه واحده بس، وفي يعني لما تبتدي الدوري وانت في المؤخره ده بيعمل ضغط عصبي جدا على اللعيبه. بس مش ممكن نقول ان دايما ماتشات الاهلي وحرس الحدود بتبقى عامله كده من ايام محمد حليم؟ ممكن. لا، محمد حليم ده كان حاله خاصه، كان بالنسبه للجمهور الاهلي كان حاله خاصه. لكن انا شايف ان ترتيب موقع حرس الحدود هو ده اللي وطى اللعيبه، ان اللعيبه عارفه ان هم ان مش عايزين زي ما بيقولوا البقره تقر منهم من البدايه، ان هم يفضلوا يخسروا وفجاه يلاقوا نفسهم مثلا بعد 10 اسابيع من الدوري هم الاخير لوحديهم. فطبعا ده لكن امبارح كان العصبيه كانت زايده قوي منهم. ده يعني انا شايف ان ده يعني هم شويه كانوا حادين قوي في الاعتراض على التحكيم.
يمكن كمان فوق ضربه الجزاء كانوا حادين جدا جدا في الاعتراض. الاعتراض كان مرفوض لانه كان اعتراض جماعي، لكن انا بعذرهم لترتيب جدول، يعني تاخر ترتيبهم في الدوري اعتقد ده كان مبرر. هو ده كان السبب. ضغط عصبي، لكن لو كانوا مثلا كنا شفنا حرس الحدود ده في وسط الجدول لا اعتقد لعيبتهم كان ممكن يتعاملوا مع الامر بسهوله اقل من كده. مين اللعيبه اللي في النادي الاهلي اللي خلاص قدموا اوراق اعتمادهم؟ لا في لعيبه كتير، يعني ممكن ناصر ماهر، يعني من الجداد طبعا ناصر ماهر. يعني اعتقد ان ناصر ماهر دلوقتي واحد بقي لا غنى عنه، بقي نجم جماهيري، بقي لاعب الجمهور بيسال عليه دايما، الكاميرات بتروح له في الماتشات، يعني شوف حتى امبارح الماتش الاهلي بيلعب الكاميرات التلفزيون الكاميرات بتروح له، والكاميرات ما بتروحش اعتباطا، الكاميرات بتروح لان عارفه النجم اللي الجمهور عايز يشوفه. صحيح. اعتقد ناصر ماهر بشكل ظهر بشكل كويس جدا. الناس كانت مستنيه احمد حمودي بشكل كبير جدا، لكن لحد دلوقتي احمد حمودي مش هو ده احمد حمودي اللي النادي الاهلي تعاقد معاه. امكانياته انا واثق ان امكانياته اعلى من كده بكتير، لكن لحد دلوقتي ما قدرش ان هو يقدم ما عنده. اسلام محارب بالنسبه للنادي الاهلي دلوقتي بقى ورقه مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ميدو جابر ابتدى يرجع تاني في الفتره اللي فاتت، شفناه ابتدى يستعيد مستواه بشكل كويس جدا، ابتدت الناس برضو تتكلم عنه. سليب كوليبالي، لا سليب كوليبالي بالنسبه للنادي الاهلي خلاص، يعني ده بنجم الجماهير بالنسبه لهم. الراجل قدم اوراق اعتماده باسرع مما الناس كلها تتخيل، يعني ان يجيب هدفين في اول ماتشين ليه ده امر مهم جدا، وبعد كده منهم ماتش كان بالنسبه للنادي الاهلي حياه وموت اللي هو ماتش تاون شيب ده. صحيح. ده صعد النادي الاهلي او ضمن بنسبه 90% النادي الاهلي يتاهل. سليف كلوبالي لا قدم اعتماده بسرعه جدا. في وليد سليمان دلوقتي بقى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بقى هو ده الكاريزما او ده بقى أيقونة النزوات الأساسية. ده خلاص ده الروح النادي الأهلي، هم بيبصوا لوليد سليمان ده الروح دلوقتي، ده المقاتل بالنسبة للنادي الأهلي، وعلى خلفية ان هو طبعا بن عزيز وفات خير. طبعا بن عزيز طبعا اكيد طبعا على مباراة امبارح، لكن برضه صلاح محسن برضه الجمهور برضه منتظرين منه كتير جدا جدا من ساعة ماتش اعتزال كابتن حسام غالي في الامارات، وهو قدم اعتماده في اول مباراه ليه مع النادي الاهلي، فالجمهور مسلم كتير. انا شايف ان صلاح محسن واسلام محارب وميدو جابر وسليف كلوبالي اعتقد ان دول الناس قدروا بسرعه جدا جدا يدخلوا قلوب النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، واعتقد ان هم هيكون لهم دور كبير جدا الفتره الجايه. النادي الاهلي زي ما كنا بنتكلم دلوقتي بيلعب يمكن كل يومين ثلاثه ماتش، مشترك في ثلاث بطولات، الدوري بطوله العربيه ودوري ابطال افريقيا، شايف الجهاز الفني يقدر يتعامل ازاي مع الاجهاد ده؟ بالعدد يعني النادي الاهلي محظوظ او النادي الاهلي كان موفق بالتدوير سياسه التدوير، النادي الاهلي يمكن كان من اكثر الانديه، يمكن جمهور الاهلي كان زعلان كتير لفتره الانتقالات دي من الصفقات النادي الاهلي، لكن الجمهور نفسه ما كانش يعرف ان النادي الاهلي عنده بيقولوا عليه عنده فرقتين. صحيح. عنده ذخيره حيه صغيره كتيره ما حدش واخد باله منها. النادي الاهلي ما يعرفش ان معظم لعيبه النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي ان هم قدموا وراء اعتمادهم دول كلهم تحت السن، النادي الاهلي ما يعرفوش ان القايمه بدل ما كانت 30 بقت 25، دي ضغطت النادي الاهلي شويه. ما يعرفوش يعني في حاجات كتيره جدا ما يعرفوش، لكن كنا عايزين نوضح لهم ان النادي الاهلي كان بيبني المستقبل، يعني الناس كلها بتفكر بطريقه الصفقات العرض الثقيل، لكن النادي الاهلي ما كانش بيفكر كده، النادي الاهلي كان بيفكر سياسه احلال وتبديل بجد في الفرقه، لان الفرقه عايزه تجديد دماء. كنا بنقول ان الاعمار السنيه في النادي الاهلي كانت مرتفعه شويه الفتره اللي فاتت، ابتدينا ننزل بشكل كبير جدا. ان دلوقتي بنشوف النادي الاهلي يمكن ماتش امبارح تحديدا لو قسنا معمر متوسط الاعمار هنلاقي النادي الاهلي ممكن يكون اصغر فريق في الاسبوع الرابع في الدوري. صحيح طبعا، واضافه طبعا لحل الازمه الدفاعيه اللي كانت في النادي الاهلي طبعا سليف كوليبالي كان وجوده مهم جدا، ورامي ان شاء الله باذن الله راجع قريب جدا، ومحمد نجيب موجود، لا انا اعتقد ان الاهلي ما عندوش مشاكل ان شاء الله، والذخيره دي هتبان في البطوله العربيه. يعني ناس قلقانه شويه على مباراه النجم اللبناني، انا واثق ان النادي الاهلي هيعدي مباراه النجم اللبناني ان شاء الله باذن الله، وهيكمل بنجاح في ثلاث بطولات العربيه والافريقيه والمحليه ان شاء الله باذن الله. الجمهور بقى دايما بيسال ايه هي الحلول اللي المفروض تكون موجوده عشان يقدر يرجع مره تانية للمدرجات، من وجهه نظر حضرتك ايه الحل عشان يرجع الجمهور مره تانية للمدرجات؟ الجمهور مش في ايده حل، الجمهور منتظر قرار الدوله، يعني القصه كلها او القضيه كلها بقت في ايد الدوله خلاص، يعني تقريبا يعني الجماهير تقريبا عملت اللي عليها، او لو وابط الاطفال عملت عليها بحل نفسها بنفسها. صحيح. ده كان امر مهم جدا، يعني بغض النظر يعني البعض شايفه شيء ايجابي البعض شايفه شيء سلبي، لكن كون حل الرابطات ده عمل خفف عبء كبير جدا على الدوله، خلاص ما فيش روابط، سهل قوي من قرار عوده الجمهور، خلاص ما بقيش فيه شبح يقلق الامن، روابط الالتراس سواء في الاهلي او في الزمالك او في الاسماعيلي او في المصري خلاص ما فيش روابط الالتراس تقلقهم شويه، جمهور عادي جدا جدا، شفناه في المباراه الافريقيه جمهور مثالي جدا، محافظ شويه على الشكل شويه، يمكن الناس شويه
اتخضت لما لقيت ان جمهور الاهلي كله لابس التيشيرت الاحمر وبيغنوا نفس الاغاني بتاع الالتراس، فاكرين ان هو ده لا مش ده الالتراس، جمهور الاهلي خلاص اي حد بجمهور الاهلي حافظ الاغاني وعارف بيروح المباراه بالتيشيرت، فمش عايزهم بيخلطوا بين الامور. الكره دلوقتي في ملعب الدوله وملعب وتحديدا ملعب الجهات الامنيه، خلاص اعتقد ان كل الاطراف عملت عليها. الانديه قدمت اقتراحات، النادي الاهلي كان من اول الانديه اللي عملوا تصورات لعوده الجمهور، ومش عمل تصوراته بس لا ده كمان نفذها كمان بنفسه من الموسم اللي فات. كان اول نادي عمل مبادره الحجز الالكتروني، اول نادي عمل كرنيهات لجماهيره، لكن وكانت الفرصه كانت مهيئه ان التجربه دي تنجح، لكن الدوله وقتها او المسؤولين ما سمحوش للتجربه دي ان هي تنفذ على امر الواقع بشكل ايجابي. اعتقد ان يعني كلنا امل ان شاء الله باذن الله ان تنفذ الوعد ان هو 1/9 ان شاء الله باذن الله ترجع باذن الله. اللقاء القادم للنادي الاهلي ان شاء الله الثلاثاء اللي جاي قصاد كامبالا سيتي في دوري ابطال افريقيا، بعد طبعا ما تاهل خلاص او ضمن التاهل لدور الثمانيه. شايف فرص النادي الاهلي ازاي في الحصول على النجم التاسعه ان شاء الله؟ لا فرص النادي الاهلي طبعا كبيره جدا، يعني ممكن لحد دلوقتي لسه الناس مش شايفه الاهلي اللي هم عايزين يشوفوه، يعني دايما جمهور الاهلي مش هو الجمهور اللي بيدور على الفوز بس، لا جمهور الاهلي دايما بيدور على الاداء، بيدور على الروح، يعني يمكن شويه جمهور الاهلي اعتابوا على الفرقه امبارح هي الروح. صحيح، يعني الجمهور الاهلي بيدور على الروح بس، يعني عايز الفوز، عايز الاداء، عايز الكره الحلوه، عايز كل حاجه. جمهور الاهلي هو ده جمهور الاهلي. جمهور الاهلي يقتنع بابن صافي الحلول ابدا ابدا. جمهور الاهلي لا يرضي الاداء رائع بدون فوز، ما يروحش فوز بدون اداء. النادي الاهلي طب جمهور الاهلي طمع، وده حقه. صحيح. لانه بيشجع اهم فرقه في مصر واكبر فرقه في مصر، لانه اتعود على كده. فطبيعي جدا ان جمهور الاهلي يدور على كل الامتيازات. جمهور الاهلي دايما عايز يملا، يعني ايه المجد في كله في كفه واحده، يعني يلم بخطوط المجد، عايز الاداء وعايز النتيجه وعايز العرض وعايز الروح كمان. يمكن طبعا شويه الظروف اللي فاتت دي عملت حلوه التبديل، شويه فرقت مع الجهاز الفني، لكن النادي الاهلي قادر. يعني مباراه الترجي في تونس دي رجعت شويه الاطمئنان عند جمهور النادي الاهلي، مباراه مهمه جدا. في بقى طبعا البعض بيحاول يقول لك ان الترجي ما كانش هو ترجي، لكن ده مش مبرر ابدا. النادي الاهلي قدم مباراه قويه جدا، لعب مباراه وخرج منها باللي هو عايزه، وده مهم جدا جدا ان هو يتاهل ما يستناش. ودي من المرات القليله جدا بنشوف الاهلي بيحسم فيها امر تاهله قبل نهايه الجوله. احنا كنا قبل كده الاهلي كان في افضل حالاته لكن ما كانش بيحسم التاهل الا حل المباراه الاخيره. طب من وجهه نظر حضرتك مين المنافسين اللي ممكن نقول قد يكونوا لا قدر الله عقبه في وصول النادي الاهلي للنجمه التاسعه؟ مازيمبي، انا شايف ان مازيمبي هو الفريق الاخطر، يعني يمكن دلوقتي بقيت ابقى قلقان قوي قوي من وجود مازيمبي. يعني مازيمبي من الفرق اللي هي رجعت بقوه قوي للساحه الافريقيه، فريق عنده قاعده كبيره جدا، قاعده جماهيريه كبيره جدا عنده، ودي الامتياز اللي بيخليه يكسب. عنده كمان كعبه عالي قوي على دول شمال افريقيا، فريق يمكن كل تتويجاته على دول شمال افريقيا، عارف طبيعتهم كويس جدا، عنده جمهور كويس جدا، عنده امكانيات ماليه كبيره جدا. فانا شايف ان مازيمبي هو اكبر خطر على النادي الاهلي في البطوله دي. استاذ علاء نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك. فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم يا استاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الاهرام. تاني ولسه نورنا طبعا الناقد الرياضي واستاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الاهرام، رحب بحضرتك مره تانية. اهلا وسهلا. احنا النهارده بما انها اول حلقه لينا في كلام في الميديا، فانا طلبت من الجمهور ان هو يبعت لنا حابب يشوف ايه معانا في كلام في الميديا على مدار الايام اللي جايه ان شاء الله. وتعالى دلوقتي بقى نشوف الرسائل اللي جات لنا على تويتر من خلال هاشتاج لبرنامج كلام في الميديا. هنبتدي مع بيبو، بعت يقول لنا عايزين نرد وبشكل موضوعي على كل ما يكتب عن الاهلي في الميديا وخصوصا الكلام السلبي. عبد السلام غانم بيقول عاوزين نعرف كل ما يكتب عن الاهلي سواء من سلبيات وايجابيات ونرد على كل الكذب والافتراء على النادي. استاذ علي حضرتك شايف الناس مهتمه ازاي؟ عايزين يردوا على السلبيات، عايزين يردوا على النقد الهدام، عايزين يردوا على الاشاعات اللي بتتقال على النادي الاهلي. الجمهور طبعا قلقان الفتره اللي فاتت دي، شايفين ان في حمله على النادي كبيره جدا، يعني حمله اكبر بكتير ما الواحد كان متخيل. يعني انا موجود في الاعلام بقى لي فتره، عمري ما شفت حمله على النادي الاهلي بالشكل ده. زمان كنا نعرف ان في حملات موجهه، لكن الجديد ان في حملات موجهه وحملات ماجوره، ودي اصعب ان يكون حملات ماجوره، دي بتبقى صعبه قوي. ما تدفعش الثمن طبعا اكيد. يعني فالجمهور الاهلي قلقان قوي من الحملات دي،
شايف ان هي اكبر اكثر انتشارا وخطوره، وخاصه كمان هي قايمه على الشائعات كمان، فجمهور الاهلي بيبقى محتاج دايما حد يخرج. بس عمري في حياتي ما بحس بقلق من الحاجات دي، يعني انا شايفه ان دايما الشجره المثمره طبيعي. لا لا لا, لا بس لا يعني، وده عمره ما هيقلل من النادي الاهلي ولا هيهز النادي الاهلي ولا هياخد حاجه منه. لا هو شوف جمهور الاهلي دايما وابدا كان بيرى ان اجمل ما في اداره النادي الاهلي هي التعامل بهدوء وحكمه مع مثل هذه الامور، لكن لما بتزيد الشائعات وتزيد الاقاويل وتزيد الاكاذيب ده بيخلي الجمهور شويه بيبقى عايز حد مسؤول يطلع في توقيت معين يشرح لهم الحقيقه او يوضح لهم الحقيقه. ده كان مهم جدا، ودي النادي الاهلي عملها الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. الجمهور عارف ان شافوا الفتره اللي فاتت دي ان الاعلام بيموجه ضد النادي الاهلي بشكل رهيب. شفنا برامج بتخرج مخصوص عشان تهاجم النادي الاهلي، وده امر قلق جمهور النادي الاهلي جدا. يعني خلاص دلوقتي شوف بتبقى حملات، يعني عدد البرامج اللي بتحارب البرامج الرياضيه اللي موجهه ضد النادي الاهلي اكتر بكتير جدا من الناس كانت بتتخيل. يعني يعني حضرتك مثلا لما تشوفي مثلا ممكن نقول 70% من البرامج الرياضيه كلها ضد النادي الاهلي. طيب او موجهه ضد النادي الاهلي، الهدف لده ايه؟ لا دي حملات هيوصلوا لايه بالحملات دي؟ يهزوا النادي الاهلي طبعا، يهزوا الكيان ده يفتحوا مجال للانديه اخرى. في انديه تانية نفسها يعني تكون في مكانه وتاريخ النادي الاهلي ده، فبالتالي لازم يهزوا الكيان ده ويهزوا من خلال. هل ده ممكن يحصل بالشائعات دي؟ لا دي انجازات وارقام. لا لا طبعا، لا لا طبعا، لكن يعني التشكيك عمرها ما هتقلل منها ابدا. هم بيراهنوا على التشكيك في يعني شفنا النهارده مثلا يعني حاجة، يعني أنا أول مرة الصبح ضحكت، يعني واحد بيقول لك إن إحنا لابد من معاقبة مصعد عوض حارس حدود. ده كلام منطقي. لا ده في صحفيين كاتبين كده. ده كلام منطقي. يعني تخيل واحد صاحبي يعني بيقول لك إن أنا بطالب بالتحقيق. طب أنت بتطالب بصفتك إيه؟ مش أنا يعني. أنت إيه دورك؟ وهل ده أصلاً كلام منطقي دلوقتي؟ حارس مرمى هينزل يضيع مستقبله عشان كان بيلعب في نادي هو النادي المنافس؟ طيب إزاي يعني؟ يعني لو أنت يعني أمهلت نفسك فرصة إنك أنت تفكر وترجع بذاكرتك لورا، مش هقول لك ارجع للتاريخ، لكن تعال شوف كام اخطاء حراس مرمى في مصر. يعني احمد مسعود في مصر بس، يعني في العالم طبعا. يعني كاس العالم اللي فات شفنا اخطاء كارثيه، نهايه كاس العالم فيها خطا كارثي من حارس مرمى. خلاص بلاش كده. احمد مسعود حارس مرمى النادي المصري، مباراه السوبر بين الاهلي والمصري في الامارات، خطا فادح جدا في مباراه السوبر دي، وكان نتيجتها ان الاهلي كسب 1-0. هل احمد مسعود حارس مرمى المصري وقتها كان حارس ده الجون هل يعني انا برجع لحضرتك بس يعني خطا وارد جدا. كل الاخطاء وارده في المباراه، في نفس المباراه دي شريف اكرامي في الدقيقه 33 من الشوط الاولاني مر الكره بنفس الطريقه دي، لمن حسن حظه مرت من تحت قدم حارس لاعب حرس الحدود. يعني لو كان حارس حدود لو جابوها في الدقيقه 33 من الشوط الاولاني في نفس الخطا ده ارتكبه شريف اكرامي، لكن من حسن حظ شريف اكرامي الكره عدت من تحت اقدام اللاعب حرس الحدود. لكن هنا ده سوء توفيق، وبعد كده مش قصد. فانا بقول يعني هو يعني دلوقتي الجمهور على السوشيال ميديا، الجمهور المغرض، الجمهور ضد النادي الاهلي، عمال يشكك في ولاء مصعد عوض، ان مصعد عوض بيع الماتش، ان مصعد عوض مفوت للنادي الاهلي. طب هل احمد مسعود حارس المصري كان برضه فوت للنادي الاهلي في مباراه السوبر؟ هل حارس مرمى منتخب الارجنتين كان مفوت في مباراه كرواتيا لما عمل خطا لا يمكن، خطا مش ممكن حارس مرمى يقع فيه، ورغم ذلك وفي كاس عالم شفنا حارس في النهائي نهائي كاس العالم شفنا حارس مرمى ازاي الكره تقع من ايديه. يعني حارس مرمى كرواتيا في ماتش فرنسا ازاي الكره تقع من ايديه. طبعا دي نوعيه من الحملات اللي انا بقول لك عليها بتزعج جمهور النادي الاهلي، بتزعجها دايما التشكيك ان يعني يقول لك ان اللعيبه اللي بتلعب ضد النادي الاهلي. يعني النهارده شفنا خلاص انا كلمتك على ناقد رياضي كتب ان هو بيطالب بالتحقيق. انا مش عارف ازاي هو بيطالب، يعني وده مش من حقه ومش دوره ما عندوش سلطه ان هو يطالب بهذا الامر. نشوف نجوم الكره كانوا بيلعبوا في انديه اخرى بيشككوا في الهدف، ان مصعد عوض كده. طب يا سيدي طب يعني يقول لك مصعد عوض انتماء وعاطفته. مصعد عوض في احد البرامج قال انا زملكاوي. مصعد عوض وهو حارس مرمى النادي الاسماعيلي النهارده جمهور الاهلي ابتدى يرد، وجمهور الاهلي من الوعي ان هو فضل يدور على مصعد عوض، قالوا له مصعد عوض مره في احدى البرامج قال ان انا اسماعيلاوي وبشجع الاهلي. بس خلينا برضو نكون ناس منطقيين، ده السوشيال ميديا اللي بيتكلم عليها او زملكاوي او ايا كان انتمائه ايه، لكن هو في الاخر بروفيشنال بلاير. يعني هو ده رزقه، ده اكل عيشه طبعا. يعني اكيد مش هيضحي بمستقبله عشان هل انتمائه للنادي الاهلي يكون على مستقبله ومصلحته؟ يعني هل مصعد عوض ما بيحلمش يكون حارس مرمى منتخب مصر؟ هل مش عارف
ان الجهاز الفني لمنتخب مصر بيتابعوه الكابتن احمد ناجي مثلا ممكن يكون بيتابعه ان يكون حارس موجود. طبعا مش ممكن ده. طبعا ده شيء من الجنون. المفروض يكون العكس تماما, هو مش للنادي الاهلي ومفروض ان هو قدام النادي الاهلي طبعا. لكن لا انا كويس انتوا مش هتقولوا, هي دي بقى دي نوعيه من الجمهور اللي بيسال حضرتك عليها. ان الاخبار السلبيه بتشعر النادي الاهلي, الاخبار اللي فيها تشكيك للنادي الاهلي, ودي كتير قوي الاخبار. انا قلت لحضرتك قبل كده جمهور الاهلي بيسخر وفاهم الحملات المغرضه الموجهة. لكن دلوقتي او موجهه, لكن دلوقتي تكون حملات ماجوره ده صعب. وده اللي جمهور الاهلي قلقان منه قوي, الحملات الماجوره اللي شايفه البرامج طالعه ازاي, البرامج بتحارب النادي الاهلي ازاي كل اخبارها سلبيه عن النادي الاهلي ازاي. حتى اللائحه بتاعت النادي الاهلي اللي لسه الناس هتصوت عليهم 28 سبتمبر ازاي, بيعملوا برامج للتشكيك في اللائحه ازاي, بيعملوا برامج مخصوصه عشان خاطر يبرزوا سلبيات اللائحه, واحنا اصلا والناس كلها لسه اللائحه كلها محل نقاش والناس متفاعله معاها بشكل ايجابي جدا والناس بتقول فيها اجابات كتير جدا. انا امبارح لما استاذ محمد القصي دعاني ان انا اجي اكون في الحلقه قعدت اتابع اللائحه اراها, لقيت فيها اللائحه دي فيها سلبيات والنادي الاهلي متقبل النقد السلبيات دي. صحيح. والنادي الاهلي عنده استعداد وقال النادي الاهلي عامل صندوق اقتراحات جوه النادي في كل الفروع اللي هو اللي شايف اي شيء سلبي لاعضاء النادي الاهلي يقدروا ان هم يقدروا يقولوا اه. في بعض البنود الناس احتجت عليها, في بعض البنود الناس ايدتها, في بعض الجوانب الانسانيه. انا كنت انا يعني شايف ان ابرز حاجه في لائحه النادي الاهلي الجوانب الانسانيه. انا بحياتي ما شفت جوانب انسانيه بلائحه النادي الاهلي. اول مره اشوف لائحه بتتكلم على ذوي الاحتياجات الخاصه, اول مره اشوف لائحه بتتكلم على الايتام, اول مره اشوف لائحه بتتكلم على الارامل والمطلقات. صحيح. يعني صحيح. دي جوانب انسانيه مش موجوده في اي لائحه ثانيه في الدنيا. فدي حضرتك من نوعيه النماذج اللي هو الجمهور بيصرح حضرتك عليها, الحملات الماجوره ضد النادي الاهلي. بس خليني اسالك سؤال يعني صريح, هل ممكن حملات ماجوره ومدفوعه الثمن تاثر سلبا على اداء النادي الاهلي او على جمعه للنقاط الثلاث في كل مباراه بيدخلها؟ لا اكيد لا, لكن بتعمل حاله من الانزعاج عند جمهور النادي الاهلي. يعني هو هل مثلا برضو اخبار وشائعات كذا ممكن تاثر طبعًا طبعًا على انتماء الاهلاويه للنادي الاهلي؟ لا مستحيل لكن بتزعجهم. شوف اول حركه, يعني بدل ما انت تحتفل بالفوز على حرس حدود هو بياخده في سكه تانية خالص. هو بدل ما انت تحتفل بصداره الدوري هو بياخدك في سكه ان 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 في لعيبه زي مصعد عوض, زي قصه مصعد عوض, يجيبوا لك فيديوهات لاعتراض لعيبه حرس حدود. هو عايز مش عايزك تفرحي مش عايزك تحتفلي ان فريق في الصداره, هو عايز يشغلك في حاجه تانية, عايز يبني لك شائعات. ما بيقول لك يعني يقول لك ايه, ظل يكذب حتى صدق كذبه. هو ده اللي عايزينه. هم زي قصص كتيره جدا يعني مشغولين. امبارح يا استاذ علاء كان من التوب هاشتاج اللي موجوده على تويتر موضوع مصعد عوض ده. طبعا. فدخلت بتفرج, انا بحب دايما ادخل على تويتر واشوف ايه اللي شاغل الناس في الوقت ده. فدخلت اتفرج لقيت ان جمهور النادي الاهلي خلاص يعني ما بقاش فارق عنده الكلام السلبي ده, بقوا داخلين كاتبين ايوه مصعد عوض بتفق معانا, ما عندناش اي مشكله. ايوه بيردوا برده بنفس الطريقه. ايوه عادي احنا الماتش اللي فات الهدف اوف سايد, ايوه مفيش عندنا اي مشكله برده هناخد الدوري. مش عندنا مشكله الكلام ده السلبي ده ما بقاش بيأثر عليهم. بس برده الكلام مثلا كلام كتير عن عنصر التحكيم والكلام الساذج عن ان التحكيم بسند الاهلي ده ممكن يكون رد فعل عكسي. وده شفناه في كتير جدا ماتشات, يعني في حكام كتير جدا من كتر الحديث الضغط. صحيح. الضغط بالشائعات بالقصص الكاذبه اللي بيقولوها كتير بيخلي بعض الحكام بتنزل فعلا في حكام كتير جدا بتنزل مرعوبه, عايزه مش عايزه تدي النادي الاهلي حقه. وده شفناه في الماتش القمه الاخير محمد الحنفي مثلا, اللي محمد الحنفي لما يخرج الحكم يقول لك ان انا كان كل هدفي ان اخرج بالمباراه بر الامان, ده اكبر دليل ان الحكم كان نازل مرعوب. ده اكبر دليل حسن مضغوط, يعني الحكم كان كل هدفه وكل تركيزه ان ازاي المباراه تعدي 90 دقيقه بدون مباراه متلغي. مع ان هو مش مطلوب منه يخرج المباراه بر الامان, احنا قلناها كتير, انت مطلوب منك تحقق العداله مش تخرج المباراه بر الامان. ده الحملات, والحملات نجحت في بعض التحكيم بيصدموا النادي الاهلي بقوه. عشان كده النادي الاهلي ممكن تلاقيه في افريقيا رغم ان التحكيم في مصر افضل من افريقيا بكتير, لكن شويه لان الحكام الافارقه ما يكونوش داخلين يعني اكبر مبرر النادي الاهلي بيكسب بره على طول. يعني في تونس تحديدا مثلا, يمكن باستثناء مره الترجي ده كسب النادي الاهلي مره واحده بس بهدف انرامو اللي هو الحكم اتشطب فيه, لكن باستثناء كده تلاقي النادي الاهلي يروح الجزائر يكسب, يروح تونس يكسب, يروح المغرب يكسب, لان الحكم اللي بيحكم اتشطب بيكون عليه ضغوط. لكن في مصر لا, في ضغوط, والضغوط على النادي الاهلي كتير جدا. التحكيم الحكم بيفكر مره واثنين وثلاثه قبل ما يحسب ضربه جزاء للنادي الاهلي. فدي طبعا الضغوط لعب بيكون ليها دور, وده الهدف من الحملات الماجوره. بس دايما النادي الاهلي بيعرف يرد امتى ويرد ازاي.
اكيد اكيد طبعا اكيد، لكن هو الجمهور بس كان بيحتاج من اعلام النادي الاهلي، يعني هو ده المطلوب من اعلام النادي الاهلي ان هو يكون اول من يخرج يتصدى هذه الاشاعات. لكن اعلام النادي الاهلي ما زال لحد دلوقتي هو الاعلام الرصين، هو الاعلام الهادي القايم على المنطق القايم على يعني، لكن ما بيسكتش يعني. في بعض الاوقات اذا يعني اذا الامر خرج عن اطار النقد الطبيعي، لا النادي الاهلي بيخرج يرد، لكن مش مطلوب من اعلام النادي الاهلي هو يخرج يرد على كل واحد بيكتب بجمله يعني او اي حاجه. اعلام النادي الاهلي هو بانعكاس لاداره النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي صحيح. اذا كانت هي رصينه وهاديه وتعمل صحيح. بمنطق وتعرف امتى تتكلم وامتى ترد وامتى ترد، نفس الامر بالنسبه لاعبي النادي الاهلي. طيب نرجع مره تانية نشوف التويتات اللي جات لنا على هاشتاج البرنامج كلام في الميديا. احمد جمال كمان بعت لنا بيقول يا ريت نتكلم عن المواضيع اللي بتشغل السوشيال ميديا وخصوصا تكذيب الشائعات اللي بتطلع على النادي واللعيبه وتوضيحها للجمهور لوضع حد فاصل. نسرين جابر كمان قالت لنا عاوزين نعرف كل ما يخص النادي الاهلي في جميع المواقع سواء كان بالسلب او بالايجاب، ولو بالسلب نعرف ازاي نرد وبواقعيه. جمال بيقول عايزين نجيب حق النادي الاهلي من اي حد يتكلم عليه بطريقه مش كويسه. حسام بيقول عاوزين تعصب للاهلي في كل شيء، الاهلي واحد بس الاهلي وغيره مفيش. ابراهيم محمد بيقول احنا عايزين النادي الاهلي يبقى رقم واحد في اي شيء حتى في الميديا. هادي جمعه بيقول عايزين نعرف كل كبيره وصغيره في النادي الاهلي، اهلاوي وافتخر. عمر نجم بعت يقول لنا جميع الاخبار لجميع الفرق المحليه مع التركيز طبعا على النادي الاهلي والحياد شعرنا. عمر مختلف شويه. شايف قد ايه جمهور النادي الاهلي غيران عليه؟ طبعا، وبرده في حاجات كتير جدا برده قلقانين شويه من يمكن بيطالبوا شويه الاعلام النادي الاهلي يكون اقوى من كده شويه. يعني حضرتك مثلا الاشاعات اللي حضرتك بتتكلم عليها، ازاي يكون في برنامج يكون ماجور وبرنامج يكون مغرض؟ لما يطلع واحد يقول لك ان لو مؤمن زكريا ما مشاش من النادي الاهلي هبطل الاعلام، هو مش مطلوب منه انه يقول كده. يعني انت عندك معلومه ان مؤمن زكريا هيروح نادي تاني، انت تقولها معلومه مجرده، لكن ايه اللي يوصل الاعلام من على الهواء يقول لك لو مؤمن زكريا ما راحش النادي الاهلي انا هبطل الاعلام؟ في اكتر من كده يعني. طب ده هل ده دورك؟ انت دورك انك تقول خبر صحيح. وتسيب الايام تثبت كده، لكن تقول ان انا لا لو الخبر ده ما حصلش هبطل الاعلام، ويجي واحد تاني يقول لك مش عارف الجمهور الاهلي مش عارف ايه وجمهور الاهلي ونسبه ومش نسبه لا طبعا ده كلام مش مظبوط خالص يعني. كمان محمود بقى بيقول لنا عايزين كل اخبار النادي الاهلي لحظه لحظه. والكابيتانو بعت لنا بقى عايز فقرة سريعة لأهم الأخبار والمنتخبات، فقرة للميديا، ردود أفعال الجماهير وتوقعاتهم للمباريات، ردود أفعال أو بوستات ونشاطات للاعبين أو للصفحات. عايزين فقرة لضيف شاب بيحلل المباريات بفكر حديث أو بيتكلم عن الصفقات. بشكر الكابيتانو جدا. طيب نرجع بقى لحاجه طبعا مهمه جدا بتحصل النهارده، حدث في غايه الاهميه، السوبر الاماراتي اللي بيقام على ارض الكنان على ارض مصر. شايف الحدث ده اهميته عامله ازاي؟ يعني انا عايز اقول ان الرياضه بقت الرياضه في الوطن العربي توحد الشعوب. بالظبط، وبتبتدي تلعب دور سياسي كمان، وده شيء مهم جدا ان الرياضه تلعب دور سياسي او انها تترجم السياسه. واعتقد الرياضه بين مصر والامارات ومصر والسعوديه تحديدا بتترجم الامر ده بشيء ايجابي جدا. انا شايف ان نجاح التجربه السوبر المصري في الامارات ده شجع الجانب الاماراتي انه يجي يعملها في مصر هنا، نوع من التضامن، نوع من الاخاء، نوع ان الجمهور يقدم الكره الاماراتيه لمصر، ده شيء مهم جدا. يعني بدل ما ادعوك انك تروح تتفرج عليا، لا انا اللي باجي لك. ده نوع مهم جدا من الترويج للكره الاماراتيه بشكل كبير جدا. النهارده المصريين هيتفرجوا على المباراه طبعا، هنتفرج عليها بهدوء، لكن هنتفرج عليها بمتعه، لان احنا ولا عندنا ولا مش هنكون ولا مشجع العين ولا مشجع لا بس في ناس هتشجع طبعا. لا ازاي يعني حزين الشحاته مننا موجود هنا ازاي يعني كلاعب، لكن اقصد ان في ناس هتستمتع بالكره النهارده، هنشوف الكره الاماراتيه بشكل كويس جدا. طبعا ده شيء ايجابي جدا، لكن انا بقول ان 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 مباراه السوبر يعني عايزه انقل منها على مباراه السوبر المصري السعودي. ازاي الفكر النهارده ان احنا نقرا خبر ان الزمالك يلعب مباراتين سوبر؟ ده امر طبعا امر مضحك جدا ان فريق واحد بس يلعب مباراتين سوبر مع بطلين مختلفين في السعوديه، ده امر مضحك جدا. الحديث على ان في مباراه سوبر هتلعب بين
بين الاهلي وبين بطل وبين العين في الامارات وحدد له في ديسمبر المقبل. ده برضو امر اقتراح جيد، لكن انا شايف ان عنصر التوقيت مش هيكون مناسب للنادي الاهلي ان شاء الله، لان باذن الله باذن الله في ديسمبر النادي الاهلي هيكون بيلعب بطوله كاس العالم للانديه باذن الله ان شاء الله. معانا دلوقتي على الهاتف استاذ عماد النمر الصحفي. مساء الخير على حضرتك. الخير يا استاذ، اهلا وسهلا، منورنا. الله ينور عليك، انت اللي منوره، انت والاستاذ علاء. الله يخليك، اشكركم. في البدايه كده عايزه اعرف راي حضرتك في اقامه حدث مهم جدا زي السوبر الاماراتي على ارض مصر. زي ما حضرتك قلت بالظبط، هو حدث مهم جدا بيقام على ارض مصر، وهو السوبر ده مش مجرد مباراه. المباراه 90 دقيقه في الملعب، لكن ما قبل المباراه وما بعد المباراه ده الاهم بالنسبه للحدث الكبير ده. اولا في ضخم كبير جدا للمباراه دي، قبلها في زيارات لمستشفى 57 صحيح صحيح، في زيارات للدور الانساني مهم جدا نفسه في المعالم الاثريه والسياحيه في مصر، في فعاليات اجتماعيه قبل المباراه، وده هدف جميل جدا لاقامه الحدث. مش مجرد مباراه، لكن هناك فعاليات، الفعاليات دي بتزيد من نجاح المباراه نفسها، خلي الشغف الجماهيري للمباراه يزيد لما تكون انت عامله فعاليات حول المباراه نفسها وحول ال 90 دقيقه. انت كده بتستقطبي اكبر عدد من الناس من الجماهير علشان تشوف الحدث اللي انتوا عمالين تروجوا ليه ده واللي عمالين تتكلموا عنه ده، فهيبقى هناك شغف وهناك فضول كبير ان هم يشوفوه. اضافه الى ان سمعه العين في مصر الان اصبحت عاليه جدا، وحب وتشجيع العين اصبح في مصر الان عالي جدا بعد انضمام نجمنا الجميل حسين الشحات لصفوف نادي العين. كذلك نادي الوحده مش غريب على مصر، لانه لعب قبل موسمين مع نادي شباب الاهلي في مباراه السوبر الاولى اللي اتلعبت قبل موسمين، وبالتالي الفريقين لهم اهتمام في مصر، ولهم مش هقول شعبيه كبيره، لكن لهم اهتمام من جماهير الكره المصريه. صحيح. واكيد اليوم هنشوف الاهتمام ده في الملعب من الحضور الجماهير ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عماد، بتشجع مين النهارده؟ انا بشجع مصر. شوف يا استاذه، اولا انا بشجع الحدث انه مقام في مصر. طبعا كلنا، اكيد كلنا. ده شيء مهم، ده شيء مهم جدا جدا بالنسبه لنا احنا كصحفيين واعلاميين مقيمين خارج مصر. احنا بنشوف الصوره بزاويه يمكن مختلفه شويه، لان بنشوفها ان دي مصر العظيمه اللي هي الحضن والقلب الكبير لكل العرب. فكل حدث بيحصل سواء رياضي او سياسي او اجتماعي او في مصر، احنا بنبقى متعاطفين جدا ان هو ينجح اقصى نجاح. ليه؟ لان ده نجاح ان شاء الله باذن الله. والخطوه اللي هم عملوها بتاعه السوبر السنه ديت اعتقد افضل كتير من السوبر اللي اقيم قبل موسمين، في فعاليات افضل، في تنظيم افضل، في اعلام وفي اهتمام اعلامي كبير افضل كتير من الموسمين السابقين، وبالتالي الحدث اليوم يخلينا كلنا نلتف حول مصر التي تحتضن هذا الحدث. الاعلام بقى الاماراتي تناول الحدث ده ازاي؟ اقول لحضرتك اليوم انا كان عندي فعاليه الصبح كده عن ماذا قالت الصحافه الاماراتيه عن الحدث. اليوم الصحافه الاماراتيه كلها العنوان الرئيسي والصفحات الموسعه تم تخصيصها للحدث، وهم طبعا بيطلقهم على دايما على مباراه العين والوحده سواء في الدوري المحلي او في الكاس او كده، بيسموها كلاسيكو الامارات. فهم العنوان اليوم كلاسيكو الخليج العربي، اللي هو اسم الدوري واسم المسابقات في الامارات، كلاسيكو الخليج العربي يتوهج في القاهره. فده كان شيء مهم قوي ان الاحتفال ما بين اكبر فريقين الان في الامارات، هم يعني من اقوى الفرق الموجوده في الامارات الان، العين والوحده، والحدث يقام في القاهره، فده بيدي قيمه اكبر للحدث، بيعطي قيمه اكبر للمباراه، بيعطي اهتمام اكبر للمباراه، وده يمكن انا كمان لاحظته من الاعلام المصري المهتم اهتمام كبير قوي. صحيح. بالحدث. صحيح. بالحدث. والامس كان في فعاليه جميله قوي عجبتني، تكريم زملائنا الصحفيين والاعلاميين. أكيد أكيد طبعا. اللي اشتغلوا في الامارات الفتره السابقه وعادوا الى الوطن الام، دي يعني
بادرة جيدة جدا وأسعدتني أنا شخصيا، لأن معنى تكريم الإعلاميين اهتمامهم بالعمل الإعلامي وتقديرهم لقيمة الصحفي اللي تعب واللي قدم المعلومة واللي أظهر الحدث، فده بيعطي دلالة كبيرة جدا. وتكريم الإخوة والزملاء الصحفيين اللي تم تكريمهم أمس هم قامات الإعلام والصحافة الآن الرياضية في مصر. والله سعادتنا كلنا أستاذ عماد، والله نعم اسعدتنا كلنا اللفته دي، والله لفته طيبه. يعني انا حاسس ان ده كان تكريم لاعلام الرياضه مصر كله بصراحه. يعني الله يفتح القامات اللي كانت موجوده فعلا تم تكريمها، الناس كلها محترمه. انا شايف ان ده كان، يعني انا كنت شايف ان ده تكريم او افضل تكريم للاعلام الرياضي المصري فعلا، ممثل في الاخوه الزملاء الكبار اللي هم تم تكريمهم بالامس. يعني لفته رائعه جدا ولفته محموده جدا جدا من الاشقاء في الامارات. صحيح، ده صحيح، وده يعني من ضمن النجاحات اللي تمت حول المباراه. أكيد. شكرا ليك أستاذ عماد النمر الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية، بشكرك جدا على وجودك معنا في كلام في الميديا. طبعا بنتمنى كل التوفيق النهاردة للفريقين وبالأخص بقى للعين الإماراتية. أستاذ علاء، نرجع بقى تاني لأسئلتنا، وعايز أسألك عن المنتخب الوطني واختيار أجيري كمدير فني للمنتخب الوطني. أنا يمكن تابعت الحوار اللي عمله أجيري، كان حوار تلفزيوني وكان حوار مهم جدا، يمكن الراجل اتكلم فيه بشكل كبير جدا، والراجل كان صادق جدا جدا مع نفسه، قال ان الاختيارات الاولى مش هتكون ليا، مباراه النيجر مش هتكون ليا، هتكون لجهاز الفني المعاون وتحديدا الكابتن هاني رمزي. صحيح. وعشان كده شفنا الاسماء اللي تم اختيارها، ما فيش مفاجات، هي نفس تقريبا القوام الاساسي. في بعض الناس اللي رجعوا زي علي غزال، في بعض الناس اللي كانوا كنا نتمنى يكونوا موجودين في كاس العالم على اسهم، حسين الشحات موجود. يعني تقريبا هو القوام تقريبا، المحترفين تقريبا هو نفس القوام، يمكن شويه علي غزال رجع، في سام مرسي موجود، في حسين الشحات اللي كان مطلب جماهيري موجود، الناس، لكن الناس في انتظار القائمة المحلية يمكن اكتر شويه. يمكن القائمة المحترفين بالنسبه لنا خلاص بقى امر مفروغ منها، يعني عارفين اللي بنضمه، لكن اللي هيكون فيه الحديث فعلا حقيقي حول القائمه مع اعلان القائمه المحليه دي، هنشوف فيها وجهه نظر الراجل شاف ماتشات كتير جدا، الجهاز الفني هيكون موجود، شاف عدد كتير جدا مباريات. فيمكن شويه اللي هتاخد شويه اهتمام اعلامي واهتمام جماهيري هي القائمه المحليه. هل تتوقع منتخبنا الوطني الاول اداؤه يختلف مع المدرسه المكسيكيه؟ اكيد، لان الراجل عارف ان هو جاي، عارف ان الشعب عانى من طريقة دفاعية. طبعا عارف كويس جدا، وكل حتى هو اتكلم في النقطه دي، قال ان انا مش هقول لكم او مش هقول لكم انها بطريقه هجوميه، لكن قال لي مدرستي الخاصه. الراجل عارف كويس جدا ان كوبر رغم كل نجاحاته ان هو يوصل لنهائي دوري، نهائي كاس امم افريقيا وتاهل كاس عالم، لكن عارف انه ما كانش ليه ارضيه جماهيريه في مصر. الراجل بيدور على ارضيه جماهيريه، الراجل واضح ان الراجل ده بيدور على ارضيه ليه في مصر، بيدور على جماهيريه ليه في مصر. الراجل مش عايز يكون مجرد مدير فني بس، عايز يكون حاله في المجتمع المصري، عايز يكون كاريزما، عايز يعمل له كاريزما، وده كان واضح مردوده. يمكن كان شويه بيحاول يرد مش بدبلوماسيه، لكن بيرد بالفطره بطبيعيه، وكان في طبيعي جدا عكس كوبر. كان يمكن شفته في المؤتمر الصحفي، كوبر كان دايما حاد في المؤتمر الصحفيه، دايما كان متعصب جدا، دايما كان كل سؤال بيوجه له بيعتقد ان ده اتهام بالسؤال او انتقاد. صحيح. يعني صحيح. عشان كده كنت انا اقتربت من اتحاد الكوره ان هو يخفف شويه من المؤتمر الصحفي الكوبر. يعني كنت اشوف ان كوبر بيعمل مؤتمر صحفي قبل ما يلعب مباراه في برج العرب، ويعمل مؤتمر صحفي في برج العرب في المؤتمرين، الاقي الراجل حدته بتزيد. فانا قلت لهم لا، مش مطلوب منه يعمل مؤتمرين صحفيين عشان مباراه واحده، يعني يعملوا في القاهره يعملوا في برج العرب. لان الراجل كان كل ما يعمل مؤتمر صحفي، اولا وجهه نظره تجاه الاعلام المصري بتبقى وحشه، دايما فاكر ان الاعلام بيصرحوا بالحقيقه، فعنده اعتقاد ان المصريين كلهم ضده، ان في ناس ما بتحبش المنتخب ينجح عشان هو يمشي. ده انت بعته صوته. الراجل ده اكيد الناس اتكلموا عنه، خاصه وانا يعني سعيد ان كان في البقاء عنصر مهم جدا زي كابتن احمد نجم موجود. كابتن احمد نجم من افضل الناس اللي بتعامل مع مدربين اجانب، ان هو ليه خبرات كتير جدا في التعامل مع مدربين اجانب، يقدر يوصل له الحاله المصريه بشكل كويس جدا، واكيد الراجل عارف الحاله دي. فلازم هيكون مجبر، حتى لو مش قناعاته هجوميه، هيكون مجبر ان هو لازم بالهجوم، لان هو مش مفيش مدير فني ابدا يحب يكون بدايته متعثره. صحيح. او بدايته تكون على خلفيه نقد كبير جدا. فانا واثق، ومن حسن حظه كمان المباراه الاولى تكون مع النيجر، اعتقد ده مهم جدا بالنسبه له. استاذ علاء، نورتنا النهارده كلام في الميديا، بجد شرفتني بوجودك معايا النهارده، وبارك مره ثانيه ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ علاء، اشكركم جدا طبعا على متابعتكم لينا. انتهت حلقتنا النهارده بكلام في الميديا، بس اشوفكم باذن الله بكره.
الساعة 5 مساء في حلقة جديدة من كلام في الميديا. وما تنسوش طبعا تتواصلوا معنا على هاشتاج البرنامج هاشتاج كلام underscore في underscore الميديا. يوم سعيد عليكم.